السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أشرح لكم إخواني خاصية جميلة جدا في الإنستغرام، كيف تسوي تعطيل للتعليقات على صورك أو الفيديوهات اللي عندك. طبعا إذا تبي اللي يتابعونك، إذا تبي اللي أنت تتابعهم هم يتابعونك، إذا تبي اللي أنت تتابعهم فقط يقدر يعلق على هذا الشيء، تبي الجميع نتعرف على الطريقة مع بعض. بس قبل لا أبدأ بالشرح، أتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. بعد ما تدخل على حسابك ندخل على الإعدادات. طبعا شرحي يكون للآيفون، الأجهزة الأخرى الله أعلم عنها، أنا شخصيا ما أستخدمها. بعد كذا ندخل على الإعدادات من هنا، وندخل على هذا الخيار. بعد كذا ندخل على هذا الخيار من هنا، وبعد كذا تطلع لك مجموعة خيارات. ندخل على الخيار الأول من هنا. هنا تطلع لك مجموعة خيارات، يقول لك هنا الجميع، يعني الكل يقدر يعلق على الفيديوهات اللي عندك والصور. الخيار الثاني يقول لك اللي أنت تتابعهم هم يتابعونك. الخيار الثالث اللي انت تتابعهم فقط، يعني اللي يتابعونك وانت ما تتابعهم ما يقدرون يعلقون على الشيء هذا ولا يقدرون يكتبون تعليقات. هنا اللي الخيار الاخير هنا يقول لك اللي هم يتابعونك فقط. ادرك الخيار، انت تحدد اللي تبيه. اتمنى الشرح واضح وبسيط وسهل. اي سؤال او استفسار بخصوص هذا الشيء انا دائما وابدا بالخدمه. اشكركم على المتابعه وفي امان الله.